ومن تونس ينضم إلينا زميلنا ياسر دبابش. صباح الخير ياسر. زيارة إسبر هي ضمن زيارة مغربية ستكون فيها كذلك الجزائر والمغرب، لكن تونس لها خصوصية هنا، شهدت العديد من العمليات الإرهابية مؤخرا، كان آخرها ربما في بداية هذا الشهر، وبالتالي ما الذي سيبلغ تونسيا لإسبر؟ صباح الخير داليا. بالفعل من المرتقب أن يصل خلال ساعات وزير الدفاع الأمريكي مارك إسبر إلى تونس ويلتقي القيادة التونسية على رأسها الرئيس قيس سعيد، ومن ثم وزير الدفاع التونسي إبراهيم البرتاجي. طبعا المسؤول الأمريكي سيجري سلسلة من اللقاءات حول القضايا التي تهم المنطقة، لاسيما المستجدات الأمنية أو إنجاز التعبير التحديات الأمنية في الإقليم، تحديدا منطقة الساحل والصحراء، وتهديد التنظيمات الإرهابية المسلحة، تنظيم داعش الإرهابي وكذلك القاعدة. ربما يقول عدد من المتابعين بأن الدور الأمريكي قد تراجع نوعا ما في الفترة الأخيرة، لا سيما في منطقة الساحل والصحراء، وبقيت الركيزة فقط ربما أكثر ثقلا على يعني فرنسا والقوات الفرنسية المتواجدة هناك. هذه الزيارة تندرج ربما في إطار التنسيق الأمني والمعلومات وحتى الاستخبارات، وربما يصل إلى دعم عسكري لوجستي من واشنطن إلى تونس. على كل الأحوال حتى الآن مؤسسة الرئاسة التونسية والمصادر الرسمية لم تتحدث عن موضوع الزيارة، ربما ذلك لأسباب أمنية، ولكن من نقل هذا الخبر هي مصادر أمريكية وإعلامية تونسية متطابقة. بعد ذلك يلقي وزير الدفاع الأمريكي مارك إسبر في المقبرة العسكرية بقرطاج خطابا. أيضا أنت تحدثت داليا عن خطر التهديد الإرهابي وما حدث بتونس من عملية إرهابية قبل أسابيع قليلة في محافظة سوسة تحديدا الساحلية. بالفعل تونس ما زالت يعني تحارب الإرهاب، وأعلنت الحكومات المتعاقبة حربا ضروسا ضد هذه الظاهرة. وطبعا هناك عملية قبل أشهر أيضا وقعت قرب مقر السفارة الأمريكية، وهذه الزيارة لوزير الدفاع الأمريكي تعتبر الأولى من نوعها منذ أن تقلد قيس سعيد منصبه في على رأس مؤسسة الرئاسة. أيضا هنا نتحدث على التحديات وأيضا التطورات الأمنية في ليبيا وخطر الجماعات الإرهابية المسلحة على الحدود، وأيضا المخاوف من تسلل عدد من المقاتلين إلى منطقة الساحل والصحراء، وأيضا الحدود الليبية التونسية والجزائرية التونسية. أيضا جولة الوزير الأمريكي ستنطلق اليوم من تونس وغدا في الجزائر العاصمة، وتختتم بعد غد في العاصمة المغربية الرباط، سيتم النقاش فيها حول ما عرف بالمناورات العسكرية أو التدريبات بالأحرى التي ستجرى هناك، ولكن لم يحدد موعدها. بكل الأحوال داليا طبعا هناك الحديث عن معظم التحديات الأمنية التي ستجابه المنطقة، ومنع أيضا تمويل وتشفيف منابع تمويل الجماعات الإرهابية المسلحة. هذه الزيارة ينظر إليها المراقبون أو المراقبين بأنها زيارة في غاية الأهمية على الصعيد الأمني والعسكري. هناك العديد من القضايا والعديد من الملفات، أيضا لا ننسى هنا ملف الهجرة غير الشرعية، ربما يكون هناك تعاون حتى وإن كان لوجستيا بين تونس كونها في شمال إفريقيا والولايات المتحدة الأمريكية. شكرا ياسر، سنتابع معك بالتأكيد محطات الزيارة في خدمتنا اللاحقة. شكرا جزيلا من تونس ياسر دبابش.